جينا لاخر لعبه الترابيزه معانا النهارده ونشوف الفريقين بقى كاملين هيعملوا ايه ومين اللي هيقطع التاني في الاكس او. عارفين اللعبه دي طبعا؟ بتقولي ان انا محترف في الووتر فليب. ما نشوف احترافك هيعمل فيك ايه يا استاذ عمر، وهنشوف يا انطونيو ثباتك الانفعالي اللي من اول الرحله ده هيعمل فينا ايه. هل انتوا جاهزين؟ يلا. انتوا عارفين ازاي التكتيك بتاع اكس او بقى هنعمل ايه؟ ماشي. طب يلا نبتدي بعمر. يلا. ما جاتش. يلا. ما جاتش برضه. يلا على طول بقى. من تحت. هتكسب من تحت قلت لك. ايه؟ يا رب. ماشي. مش انت محترف؟ هجيبها. في الاحتراف. ماشي. هو ممكن يعرف يعملها في الارض. ارض ايه؟ الترابيزه اسهل. يلا يا انطونيو. ماشي. يا رب حاجه تقف. وقفت. يلا انت جاي ايه؟ جاهز. ماشي. انطونيو بص ايديك بقى. عايز راسك. حط. يلا ابوس ايديك بقى. عايز تلعب حطي. يلا. وعملت انا كمان. استنى. لا ما انتوا لعبتوا مش في دوركم. استنى. طب خد دي. جابوه صح. طب خد دي. يلا. ها ده انت ايه ده اللي عملتيه ده؟ برافو. مش مركزه يا جوجو. كسبوا بجداره كمان. الفريق الاصفر هو اللي كسب معانا. بكده يبقى خلصنا لعبنا النهارده، بس عندنا جزء تاني من رحلتنا. اوعوا تنسوا تتفرجوا عليه بكره في نفس الميعاد. ودلوقتي هنقول لكم ايه؟ باي باي. يلا باي باي.